عندنا في مصر غير طبعا في ملاوي وغير في المنيا في مناطق كثيرة جدا وتقريبا في كل المحافظات عندنا أماكن جميلة جدا، وعندنا أيضا مشروعات كثيرة بتتم إقامتها في أماكن مختلفة وفي محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، مشروعات كلنا بنلاحظها بغض النظر عن مكان وجودنا أو وجود هذه المشروعات، لأن بيكون لها انعكاس إيجابي على كل المصريين في كل مكان. عشان كده مهم إن احنا نوثق لهذه المشروعات القومية بطرق كثيرة وبطرق مختلفة. لو اتكلمنا عن التوثيق مثلا بالصور الفوتوغرافية هنلاقي إن ده اللي حاول المصور الشاب أحمد رزق بعدسة الكاميرا إن هو يعمله. خلينا نتكلم مع أستاذ أحمد ونسأله عن الصور وتفاصيلها وأيضا الأماكن اللي قام بتصويرها في الفترة الماضية من خلال هذه المداخلة. معانا على التليفون أستاذ أحمد رزق. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور يا فندم، ايه الاخبار؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيك، وخلينا نحييك الاول على هذه الفكره، وجات لك ازاي اصلا؟ الله يخليك. هو جات لي الفكره من انا اصلا شغال في المعمار. تمام. اللي هو بحكم شغلي انا بروح المناطق الجديده بحاول استكب على التليفون عشان خاطر الناس تشوف العظمه اللي بتحصل على ارض مصر. جميل. طيب زي مدينه العالمين. اها اتفضل. والعاصمه الاداريه والمناطق كتير في مصر كده لازم نستكب عشان نوريها للناس. احنا بنشوف الصور مع حضرتك دلوقتي ومع السادة المشاهدين على الشاشة، وصور الحقيقة مبدعة جدا وجميلة جدا. بتفضل التصوير في فترات المساء مع الشكل الجمالي اللي بتضيف الأنوار للمباني؟ هو في التصوير بيبدأ من وقت من 5 إلى 7 عشان خاطر اللي هي الساعة الذهبية. تمام. اللي هو الصور بتكون أحلى وقت تصور فيه الوقت ده. تمام. طبعا الصورة بديعة جدا اللي بنشوفها دلوقتي في الوقت اللي حضرتك بتحكي عليه. ولازم بالليل برضه نصور عشان خاطر نظهر برضه جميل المكان والانوار الجميله اللي فيه والعظمه اللي بتحصل على ارضنا في مصر هنا عشان برضه نوريها للعالم كله. طيب هل ردود الفعل من هذه الصور بتنشرها على حساباتك الشخصيه على ابلكيشنز مختلفه او على تطبيقات مختلفه وصفحات تواصل اجتماعي، ردود الفعل عامله ازاي معاها؟ بالظبط، بنشرها على المواقع كلها بتاعتي، فاللي هو يعني بتلاقي اعجاب كتير من الناس، وبرضه يعني في ناس كتير قوي بتشيرها عندها زي الاستاذ هاني يونس وغروبات كتير وصفحات كتير الحمد لله. يعني بتستعمل كتير من الناس. تمام. بتستعمل اجهزه معينه، انا شايفين في لقطات من اماكن عاليه من الجو، لقطتها ازاي يا استاذ احمد؟ بلقطها من فوق الابراج، بطلع فوق الابراج وبصورها بزوايا معينه بحيث انها تظهر ان هي متصوره بدرون لكنها متصوره بموبايل عادي. يعني فعلا يعني بصراحه ده السؤال اللي كنت اسالك عليه، لان مش بسهوله ان الواحد بيقدر يستخدم هذه الامكانيات في التصوير. طيب هل في صعوبات بتواجهك من ناحيه مثلا تصاريح او غيره لما بتيجي تاخد هذه الصور؟ يعني مش دايما، في اماكن بيكون ممنوع فيها التصوير، دي اللي هو بنكون بنصور يعني بحرص شويه. نعم. في مناطق عادي بنصور فيها عادي يعني. تمام. لكن الايام دي الحمد لله يعني سمحوا لنا التصوير وبقينا نصور اماكننا الجميله في مصر وكل حاجه يعني. حقيقي، وده اللي كان اخر تعديل في قانون الخاص بالتصوير اللي بيسمح بهذه يعني بالصور الجميله دي، وطبعا ده بيصب في مصلحه تنشيط السياحه بشكل كبير. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد رزق يعني على كل هذا الابداع والصور الجميله دي اللي بنشوفها مع الساده المشاهدين دلوقتي.